يلا مشاهدينا، رانا في يعني في النصف من البرنامج، بيان سور راح نشوفوا مع بعض طبق لو كاطو تاع نهار اليوم ولا التحليه تاع نهار اليوم. اذا راح يكون واحد الكاطو بزاف بنين، راح نترافقيه مع اللاتين. هذا لو كاطو سيداتي لاباس تاعو بالكاوكاو، هو رايح شغل جوغ اموندين ورايح يعني العائله تاع الفانيت، لكن راح نديروه بالكاوكاو. نعرفوا انه لاموندين يندار باللوز والفانيت كذلك باللوز، ولكن حبيت نديرو انا بالكاوكاو وعطالي واحد الريزلتا روعه. تابعوا معايا نشوفوا مع بعض المقادير. اذا واش نديرو؟ نجيبو لو باك تاعنا تاع الباتور. هنا نستعملو توجور لو كان لا باليت باش نخدم. عندي هنايا 400 غرام تاع الكاوكاو محمص ومرحي من منتوجات مهدي فود. انا اخترت لهذا الاحمر لانه بزاف بنين، عنده واحد البنه جد رائعه. هاوليك الكاوكاو تاعي، فوالا. نضيف عليه زوج ملاعق كبار من الزبده. تبعوا معايا، زوج ملاعق تاع الزبده. وعندي ملعقتين تاع لا كونفيتور، عندي نص باكي تاع فلون فخيز، نحتاج لافاني، ونص باكي تاع لا لوفير شيميك باش يجيني خفيف. وهنا عندي كاس تاع السكر الناعم. شوفوا يعني انا صراحه هذا السكر ديجا كنت خدمت به من قبيل، نديرو في لافارس ديالي من بعد باش نرمد راح نفتح حاجه واحده اخرى. نستعملو كاس ماشي معمر مليحه لانه ديجا عندي فلون فاني وعندي كذلك لا كونفيتور. جيد، كاس هنا، وعندي كذلك كاس تاع نواط كوكو توجو نقعدو بلا مارك مهدي فوت. فوالا نواط كوكو تاعنا، هاوليك شوفوا معايا. ايوا نجيبو برك هذاك المقص ونجيه. وعندي انا هذاك نواط كوكو الابيض، يعني هذاك اللي القشره تاعو خشينه وريحته هايله. هاولي كاس تاع نواط كوكو، تبعوا مليح الوصفه، اكثر من رائعه. يلا مشاهدينا، انا نستناو في المكالمه تاعكم. هنا نحطو ونروحو دوكا الباتور ديالنا، نجيب ان ريسيبيون ونحط فيه البيض. نقسم حبه بيض هنا، ندير الباتور ونبدا نخدم. تبعوا معايا مليح. هنا قبل ما نبدا نضيف البيض ديالي لازم نبسس هذاك الكاوكاو مع نواط كوكو مع الزبده مع لافاني وهذيك لا كونفيتور، والكاوكاو لازم ينسجموا لي كامل مع بعض هكذا باش نعرف انه اختلطوا جميع المكونات. من بعد نطم العجينة تاعي بالبيض. حاليا عندي حبة بيض، ونشوف نضربها. لاباط تاعنا ما لازم تجينا يابسة لانه اللي قال الكاطو تاعنا يجيني يابس، وما لازمش تجيني كذلك اطرية بزاف. هيا نبداو مع بعض نديرو حبة ونشوفو. فوالا، نعم وي جوجو، يلا نستقبلوا مكالمة. عفوا نشوفوا مع بعض انه خصها شوية. الو، نعم مساء الخير. مساء النور سيدتي الكريمة، تفضلي. لاباس اختي؟ لاباس. الاخت الكريمه منين راكي تتصلي؟ من وانت ولايه تبسع.
اهلا وسهلا بيك ومرحبا بالناس تبسة. اي عايشك اختي، واش راكي لاباس؟ راكي مليحه؟ والله لاباس الحمد لله. انت لاباس؟ قولي لي، عجبوك الوصفه تاع اليوم؟ اه مليحه اختي. اه يا بيان، واش عجبك كامل؟ آه والله كامل يعني عجبوني. هيا تفضلي، راني في الاستماع. اختي حبيت نتصل بك انه مايونيز يجيني شويه خفيف. يجيك خفيف؟ كيفاش تديريه؟ ندير البيض وندير الملح وندير فلفل اكحل وبعد ندير الزيت. البيض كيفه؟ ندير زوج بيضات. اسك كامل ولا صفار فقط؟ لا نديرهم، لا نديرهم كامل. كامل. ديري صفار بيضاء وحبة، راكي معايا؟ أهو. ديري صفار بيضاء وحبة وملعقة صغيرة تاع لاموطارد، غير فات على القهوة. موطارد. بداي تضربي غير بالشوية، ما ديريني الملح ني فلفل كحل. وبداي طلعي لامايونيز تاعك بالفيلي تاع الويل دو تاع الويل دو طابل، ماشي اوليف تاع الطابل. فوالا. حتى وين تتشكل لك بيان. من بعد ندير الملح وندير الاضافات ديالي. تقدري تزيدي لها شويه تاع الفرماج فوندو، يعني راح تعطيك، ولا بورسيون هذاك راح تعطيك واحد القوام بزاف رائع. اه ربي يحفظك. ديري لها غير فام وطارد صغيره. اه معليش. شكرا. اه عفوا. شكرا. يلا تبعوا معايا مشاهدينا، شوفوا لي لو كاتو تاعنا. هذا الشكل. راح نوريكم القوام تاع العجينه كيفاش لازم يجيني. شوفوا، اسمعي نشوف معايا القوام تاع العجين. فوالا، لازم يكون طري بهذا الشكل. نبدا نشكل في الحبات تاعي. قبل ذلك نجيب السنيوه دابور اولا. نحط شويه تاع الزيت في يدي هنا، نحطها باش كي يعني نكون نكور فيهم ما يلصقوليش كامل في يدي. استغفر الله. قلت لكم هادو يتقدموا باللاتاي، لازم نقدموهم. جيبوا شويه زيت نحطها هنا في ريسيبيون ونبدا الى العمل. الفور تاعك توجور سيداتي سخنيه مسبقا، سخني الفور تاعك مسبقا باش هكذا ما يكونش عندك مشكل في لاكويسون ديالك. عندي هنا السكر ناعم، اكيد من منتوجات مهدي فوده، حطينا السكر الناعم. ندهن يدي بالزيت ونبدا. بسم الله. الحبه رقم واحد. حبه واحد الريحه، واش نحكي لكم، روعه. اثنين. هنا الحبه رقم ثلاثه. شوفوا كي ديري الزيت ما تخافيش كامل، ها ما يلصقلكش في يدك. شويه زيت توجور. هذا الشكل الحبة تاعك خدميها هكذا وما تخافيش. يلا نستقبلوا مكالمة متلمسان. الو السلام عليكم. عليكم السلام الأخت فاطمة، واش راكي؟ لاباس الحمد لله. واش راكي، صحتك لاباس؟ لاباس الحمد لله. شوماكم غاية؟ لاباس لاباس الحمد لله. وانتيا؟ الحمد لله أنا لي غاية الحمد لله. شوفي مهمة كي دايرة، راكم مكفرين وموفين. ايه الناس المعلات على شيف بيمان.
هو اللي نحسه مع الفقراء، كيف يطيب الطياب نقول لك، نحسه يطيب الطياب تاع اللي فقراء، يطيب الطياب اللي نقدوا له كاع الناس. والطيب تاعي ما يقدولهش الناس. لا حكيت فيا والله، ماما تبغيك، تعرف ماما حفيظه تبغيك. تحياتنا يعني نقصر فقط. والله ماما حفيظه ثاني ممكن تبغيك. تحياتنا ليها، تحياتنا. تبغيك هي قالت لي دائما ديريهم. شوفي انا اليوم كنت راح ندير ايرت تاعكم تاع تلمسان، يا اخي هكا تقولوا له. وشنو هو؟ مئيرت، مئيرت هذاك تاعكم الصغير. ميشاش. تعرفيه يا اخي؟ واه غير صغيور، صغيور وتاع هذاك السميد اللي يجي محمص ونضموه بالبيض. انقطعت المكالمه معليش. يوم بعد انايا بدلت البرنامج لانه شويه يعني يشد اليد شويه، الوغ اخترت انه نخليه الاسبوع القادم باش نديروه مع طبق تقليدي احسن. خليت اليوم نديرو بهذه الطريقه، هنا بهذا الشكل. حنا نرمدوه هنا في سكر ناعمه، بعد هي لافور وحدها راح يتفورما ريحه الحوت هذاك مشاهدينا. واش نحكي لكم، راهي ما شاء الله. هنا بالنسبه للخضروات تاعي واش راح ندير، راح نرافقهم بواحد الزبده تجي سيتروني، بور لو بور سيترون يقولوا له، يتخدم بالقارص ومعدنوس اللي راح يرافق الحوت ديالنا اليوم ان شاء الله. يلا اذا مشاهدينا كما راكم تشوفوا هنا، تبعوا الحبه تاعك معليش تكون هكذا ما يهمكش، لانه علاه راح كي تطلق روحها في الكوشه راح تمد لا فورم لروحها، وراح تتشقق كيما يتشقق الفانيد. فوالا عفوا المشقق ماشي الفانيد، باردون غلطت، المشقق. الرائحه تاعو ما شاء الله، هذا مليح خاصه في السهرات ويخرج لك كميه كبيره. شوفوا يعني انا هاد شويه حنشوفوا في لا بريزونطاسيون شحال خرج لي من حبه. نشوفوا من داك الخضروات تاعنا تقريبا، راهي توجور نديروا الزيت. نكملوا الحبات هذوما حتى نعمروا السنيوه تاعنا. راح نشوفوا من بعد قلت لكم الكميه. اذا نعاودوا فقط الوصفه، قلنا 400 غرام تاع الكاوكاو محمص ومرحي، زوج مغارف تاع الزبده، زوج مغارف تاع لا كونفيتور، المغرفه كبيره تاع لافاني، كاس تاع نوا دو كوكو، نص باكي تاع فلون نوارا فريزا، نعم تاع لا فريز، عفوا فلون فريز، كاس تاع نوا دو كوكو و لافاني بيان سور. وطميتهم هنا، رفدت لي حبه بيض، حبه بيض كفتني باش طميت كامل هاد لو غاتو. شوفوا المذاق تاعو واش نحكي لكم، يجي معلك الله الله. قلت لكم سورتو 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 اللي يحب المعسلات مع اللاتاي ما عندي ما نقول، نديروهم هكاك شغل لي غوشي. فوالا تحبوا تصغروا الحبه صغروها، تحبوا تحطوها حجم تاعها كبير لكم الاختيار، انا حبيت ندير لهم حجم متوسط. هذا هذو وصفات تقدروا تحتفظوا بيهم للمناسب
للمناسبات والأعراس. يلا نستقبلوا مكالمة من العاصمة. السلام عليكم. عليكم السلام الأخت ليندا، أهلا وسهلا بك، مرحبا. وبيك مرحبا. نعم تفضلي. الشيخ مريم. نعم أكيد تفضلي، نقصي جهاز التلفزيون من فضلك، سمعي لي من الهاتف. يلا ماشي هيا باش نسمع صوتك مليح. ناس العاصمة مرحبا. سطيف. 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 ما أنا متابعة دايما يعني. نعم تفضلي الأخت الكريمة، راكي تتصلي من سطيف. إيه. إيه. عندي من مقادير حلوة. تاع لوكاتو هذا. عباك مانيش نسمعك، نقصي جهاز التلفزيون الأخت الكريمة من فضلك. هيا باش نسمع. عرفتي لي الحلوى اللي راكي ديري فيها. اوكي دوك نعاود لك المقادير تاعها. قلت لك 400 غرام تاع الكاوكاو محمص ومرحي، زوج مغارف كبار تاع الزبده، زوج مغارف تاع لا كونفيتور، مغرفه كبيره تاع لافاني، كاس تاع نوا د كوكو، هادو تبسيهم كامل مع بعض، نضيفي لهم نص باكي تاع لا ليفيغ شيميك وطميهم بحبة بيض. معليش نكوبي وعرفتي لي باه نسجلها الاخت المره الجايه ان شاء الله. نعم. عاودي المقادير. اي روحي دوك تكوبي نعاودهم لك، ماشي مشكل. يلا ورقه وقلم. يلا هاي هاي مع السلامه، كثر خيرك وجزاك الله خير. شكرا حبيبتي ماهوش مشكل، شكرا. يلا نعاودوا المقادير. اذا مشاهدينا الكرام واش قلنا؟ قلنا 400 غرام تاع كاوكاو محمص ومرحي. شوفوا مشاهدينا الخضروات تاعي طابوه وما لازمش يطيبوا بزاف لانه يفقدوا القيمه الغذائيه تاعهم. يلا نعاودوا 400 غرام تاع الكاوكاو محمص ومرحي، زوج مغارف تاع الزبده، زوج مغارف تاع لا كونفيتور، عندنا كذلك كاس تاع نواد كوكو. فوالا هادو نبسسهم كامل مع بعض مع مغرفه تاع لافاني ونص باكي تاع لا ليفيغ شيميك ونطمهم بحبة بيض، والقوام تاعهم شتوه نرمدهم في سكر كلاص ومباشره للفرن. جست نعمل لهم غير هكا من الفوق بيدي، راح يتشققوا كيما المشقق وتشوفوا. نقول لكم البنه تاعهم يعني روعه، البنه ما شاء الله. اي نروحوا نوجدوا مع بعض لو بور سيتروني اللي راح يرافق الصلصة ديالي ولا الخضروات تاعنا. عندي هنا لا مارغارين، تستعملي الزبدة ولكن نوع مليحة. هنا لأنه عندنا لي ليغوم صوتي حاجة، وألا فابور حاجة، ولي ليغوم كلاسي حاجة واحدة أخرى. باش نتفاهموا هذه تقنية أخرى. عندي قارص نعصره مليح، بالنسبه للزبده تاعي مشاهدينا لازم نخليها تذوب تماما، لازم تذوب تماما في المقلات ديالنا باش نضيف عليها اضافات. هالا الاسباتشولا هذيك وين راهي؟ عالفوي معليش. هنا اخي قلت لكم الحصص اللي فاتوا انه عندنا زوج تاع لا ماتيير غراس، عندنا الماده الدسمه السائله والماده الدسمه الصلبه. حنا اوتوماتيكمون كي تبرد راح تعاود تجمد. انا باش ما تجمدليش وتحافظ لي على لا بريونس تاع الخضروات تاعي، نضيف عليها ملعقتين تاع زيت الزيتون مباشره. نحط عليها عصير الليمون، راح يعطي لي بنه للخضروات تاعي. وهنا نتاكد انه
الوجبه تاعي راح تكون صحيه، ما راح تقهمني، ما راح تشكل لي مشكل. هنا عندنا كذلك هيا واش كنا نقولوا على ليتيش تاع البسباس ما نرميوهمش. وعندي معدنوس، بسم الله، في الصوص تاعي. وعندي كذلك ليتيش تاع البسباس، الفونوي معايا، نديرو كمية قليلة. شوفوا معايا نطلع الزبدة ديالي. هنا نقدروا نزيدوا شوية ملح باش نعدلوا الذوق، نضيفوا عليها شويه تاع فلفل الكحل، وفي الاخير نرحيو عليها سنينه تاع الثوم. الخضروات تاعي راني طفيت عليهم، ونطلعوها بهذا الشكل. هذه اللي راح ترافق الخضروات تاعي، تزيدوا عليها سنينه تاع الثوم. القارص درنا سي بون. نشوفوا هذيك الغاب، نشوفوا هذيك الجهه الرقيقه شويه فقط. هذه هي الصوص راح ترافق الحوت ديالنا، لو بوغ سيتروني بالثوم ومعدنوس وواحد الريحه. واش نحكي لكم، هذه كي نحطوا الخضروات تاعي في الصحن راح نسقيها كامل بهذا لو بوغ. فوالا. وكذلك تحبوا كذلك تقدروا ديروا مع الحوت هذا تاكومبانيوه بالرز، لكم الاختيار، يعني على حسب واش حبيتوا ديروا. ولكن الاصل انه حبيت نعطي لكم فكره انه الحوت مشاهدينا الكرام لازم ترافقيه مع خضروات اللي طيبوا على فابور، ولازم يكون فيهم البسباس مع اللفت وزروديه. يعني هذا يقعد ادواق، ولكن كل واحد الذوق تاعو. ولكن نعاودو نرجعو اصل الوصفه. يلا مشاهدينا ندو فاصل قصير ونرجعو لكم باش نشوفوا الوصفات تاعنا واجدين. لحقنا مشاهدينا لنهاية البرنامج، أطباقنا راهم واجدين كما راكم تشوفوا. الطبق الأول اللي اخترناه كان عبارة على سمكة أتون صغيرة، ولا البتيطة، ولا البونيط. فوالا، هما كاين زوج أنواع، عباكم كاين واحد النوع تاع البتيطة اللي هو هذا، عندنا بونيط حنا اللي جبنا اليوم، لكن البتيطة يجي أغيور من الفوق شوية، يجي عنده خطوط، هذاك الذوق تاعو يختلف على هاد الذوق، يعني يجي جدو رائع. الخضروات تاعي بعد ما طابت بيان سور رافقتها مع هذيك لاصوص اللي كنا حضرناها مع بعض تاع لو بور سيتروني، رانا رافقناها كامل هكا في لي بورجور تاع الطبق. شوفوا التشكيله تاع الالوان، على بالكم الحوت يحب الالوان ويحب الخضروات، لان احسن انكم ترافقوه بهذه الطريقه، خاصه كي يكون عندكم ضياف، ولا يكونوا عندكم مثلا، ولما لا سيدتي هاللاي في روحك خطر على خطره، وفي ولادك بيان سور بلاكي تنسيهم. اما لو كاطو تاع نهار اليوم سيدتي اللي كنا حضرناه مع بعض، اللي هو لو كاطو هذاك تاع الكاوكاو، شوفوا لي الشكل تاعو كيفاش يخرج، نوريكم حبه فقط. شوفوا يجي يتحمر هو، ما يطولش بزاف في الكوشه، لانه ما عندناش حاجه يعني كبيره تطيب فيه. وشوفوا كيفاش يجي معلك لداخل ويجي رائع. شوف هذا لازم له كاساتين، الله الله،
فوالا نعاودوا لها فقط الوصفه للاخت الكريمه اللي كانت قالت لي عاودي لنا الوصفه بالنسبه لو كاطو. هذا واش فيه؟ عندنا 400 غرام تاع الكاوكاو محمص ومرحي، ضفنا له زوج ملاعق تاع الزبده، زوج ملاعق تاع لا كونفيتور، مغرفه كبيره تاع لافاني، نص باكي تاع لا ليفور شيميك، وكاس تاع نوا دو كوكو. هادو كامل خلطناهم مع بعض، بيان سور 400 غرام تاع الكاوكاو، وطميناهم بحبه بيض وشكلناهم، رمدناهم في سكر كلاص وين حتى وين تشقق لي بهذا الشكل، ويعني طيبناهم، وهذيك الشكل النهائي تاعهم كيفاش يجي. هذا يناسب في المناسبات والاعراس. اذا نقول لكم يعطيكم الصحه، يعني اللي قعدتوا رافقتونا في هذا البرنامج الرائع اللي هو برنامجكم واش نطيبوا اليوم. نشكر الفريق التقني على يعني التعب تاعو، وعلى يعني كيب تكنيك كامل، حسين، شايب، جوجو، سميره، شفيقه بيان سور، يونس، فوالا ديما ننساه يونس، سرفاتي وسماعيل، اخي ما نسيت حتى واحد، او رياض لابرود ما نساوش هو الصح. يلا مشاهدينا تبقوا على خير، ونتلاقاو في عدد جديد من حصتكم واش نطيبوا اليوم. مع السلامه.